120 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة، رسموا بالتحدي والإرادة لوحة سعادة وأمل على مسرح مؤسسة رسالة في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة. رسالة دايما بتظهر وبتبان ان الاكتيفيتي الرئيسي والمين فيها هو اللبس، علشان خاطر لما بننزل اعلام في رمضان بيبقى بيخص اللبس بالذات. الحقيقه لا، رساله فيها حاجات اكتر من كده بكتير. احنا عندنا اكتر من 30 نشاط في رساله، والنهارده بنعرض واحد من اهم الانشطه لرساله اللي هم فئه ذوي القدرات الخاصه. عندنا قسم لذوي الاحتياجات الخاصه وذوي القدرات الخاصه في رساله، قسم كبير جدا جدا قايم على مجهودات تطوعيه خطيره جدا بتقدم لهؤلاء الفئه بالمجان. صوت التشجيع والتصفيق للاطفال الموهوبين ودقات قلوب الاهالي والابناء الفرحين باثبات ذاتهم كان هما الموسيقى التصويرية للحدث. بنحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بقالنا 15 سنة تقريبا في رسالة. دي المرة ال 15، احنا بقالنا 15 سنة متواصل بنحتفل بيه. الفكرة كلها ان احنا عايزين نقول للناس ان الولاد دول عندهم امكانيات، بس المشكلة فينا احنا. يعني هما امكانياتهم بتقف عند حدود تفكيرنا. يعني ايه؟ يعني هما هيعرفوا يعملوا اللي احنا نقدر نتخيل ان هما يعملوه. احنا جربنا على مر السنين كلها، احنا كل مره كنا بنبدا باستعراضات بسيطه وبعد كده قعدنا احنا نصعب الاستعراض وهم الاستجابه بتاعتهم تبقى عاديه. يلا فكل ما نصعب كل ما الدنيا كويس لحد ما وصلنا للمستوى اللي احنا شايفينه ده. اكيد سعداء جدا يعني، وحته ان هم برضو حته المشاركه وان هم يبقوا بيمارسوا استعراضات وبيأتلفوا بالناس وبيشوفوا الناس وهي بتتفرج عليهم، كل ده طبعا اكيد اكيد يعني في منتهى السعاده. وهي كمان حتى يعني فرقت معاها الامور دي كتير جدا كانسانه، يعني كانت حاسه انها عايشه في الظل طول الفتره ديت، ما فيش حد بيهتم بيها خالص. كان معايا بنت موجوده هنا في رساله من ذوي القدرات، وتوفت السنه اللي فاتت من حوالي يعني 9 شهور او 10 شهور كده، وانا يعني كملت معاهم عشان انا بحب العيال ديت وبحب ان انا ابقى وياهم على طول وموجوده وياهم. وبصراحه يعني رساله بتعمل كل شيء كويس للاطفال ديت، وفعلا مش مقصره معاهم في اي شيء. شهور من الاعداد والتدريب والاجتهاد من الاطفال والمتطوعين لاخراج هذه اللوحات الفنيه الممزوجه بالعرق والبهجه، ومنهم نور صاحب 14 عاما، قضى منهم 4 بصحبه اصدقاء احبهم بصدق فتعلقوا به. بقى لي في رساله 4 سنين، في نشاط ذوي القدرات سنتين وفي نشاط تاني سنتين، بس انا من زمان جدا كنت معاهم وحبوني جدا. اول يوم جبت لهم كان في يوم اعاقه شديده، اعاقه شديده دول ان هم ما بيعرفوش يتحركوا وما بيعرفوش يعملوا اي حاجه، فكانوا بيعملوا كده ورشه كده للشنط، فمامتي كانت جايباني. بس انا اصلا مطلعه في رساله، يعني الرساله دي حاجه عظيمه جدا بجد. يعني رسائل سعاده حرص الاطفال على ايصالها عبر لوحاتهم الفنيه واتقانهم لحركاتهم. عملت كده وكده، كنت مبسوط وفرحان، كنت عبيط في الفرح، نفسي اكون مشهور فرحان. عملت معاهم وناس فرحانين والحمد لله. احنا نقدر ليست مجرد كلمه ولكنها حقيقه نقلتها الكاميرا من خلال روح الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصه في الاحتفال بيومهم.